من بعد ما أعطى الملك محمد السادس تعليماته للحكومة قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا. مباشرة بعد ذلك أعلن صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تقديم مساهمة بمقدار 1 مليار درهم، أي 100 مليار سنتيم. بعد ذلك ساهم عزيز أخنوش صاحب شركة إفريقيا ووزير الفلاحة 1 مليار درهم، أي 100 مليار سنتيم. عثمان بن جلونة رئيس بنك إفريقيا ساهم أيضا بنفس المبلغ، أي 1 مليار درهم. وفي نفس السياق قرر المكتب الشريف للفوسفات لوسيبي المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد بما مجموعه 3 ملايير درهم. كما قررت الحكومة تخصيص الغرامة الصادرة ضد اتصالات المغرب لصالح الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ANRT اللي كتنهز 3.3 مليارات درهم لتمويل الصندوق، أي 330 مليار سنتيم. الحكومة المغربية قرر أعضائها أيضاً المساهمة في الصندوق بتبرعهم براتب شهر قصد الإسراع بتفعيله وتمكينه من الموارد اللازمة. البرلمانيون والبرلمانيات حتى هما ساهموا بحيث بادر رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية بتنسيق مع رئيسي مجلس النواب والمستشارين بالانخراط في هذه التعبئة الوطنية من خلال مساهمة كافة البرلمانيات والبرلمانيين أعضاء المجلسين بشهر واحد من التعويضات الشهرية المخولة لهما. مولاي حفيظ العلامي ساهم أيضاً 200 مليون درهم، أي 200 مليار سنتيم. كما دخلت الأبناك وكبريات المجموعات التجارية على خط صندوق التكافل لمواجهة كورونا بحيث ساهمت التجاري وفا بانكا ب 200 مليار سنتيم، نفس الشيء للبنك الشعبي ب 200 مليار سنتيم. كما ساهم هولدينغ المدى ب 200 مليار سنتيم، وساهمت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بمليار درهم، أي 100 مليار سنتيم. كما دخل على الخط الكتاب العامون للقطاعات الوزارية وعدد من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين. بهذا فمجموع المساهمات اللي تبرع بها أثرياء المغرب ومسؤولو لحد الساعة وصل لأكثر من 2000 مليار سنتيم في أقل من 24 ساعة. المبادرة اللي قدم عليها بعض أثرياء بلادنا في هذه الظرفية الحرجة إضافة لبعض المسؤولين أثلجت صدور المغاربة وأبانت عن روح التعايش اللي كيجمع المغاربة بجميع فئاتهم. أكيد المبادرة غادي تستمر وغادي يدخلوا كبار أثرياء بلادنا لضخ مزيد من المال في الصندوق الخاص بتدبير أزمة كورونا اللي جاءت بمبادرة من الملك محمد السادس. برافو، هذه هي تمغربية الحقيقية.